مساء الخير اعزائي المشاهدين، مع حلقه جديده من حلقات برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي. الاسبوع اللي فات كان مليان بالاخبار السعيده جدا لمصرنا الحبيبه. كانت في البدايه فوز فريق الناشئين في كره اليد ببطوله كاس العالم، وتم تكريمهم دوليا وهنا في مصرنا الحبيبه. الخبر الثاني وهو اهتمام سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلم والعلماء وتكريم مجموعة من العلماء المصريين بمناسبة عيد العلم، وتم تكريمهم بالفعل ودي خطوة اتجاه في الاستثمار سواء الرياضي لشبابنا ولولادنا، والاتجاه الثاني هو دعم العلم من القيادة السياسية للدولة والاهتمام به. معنا خبر هام جدا برضو ورؤية جديدة على الاستثمار في مصر، طرح مجموعة من الأبراج في شركة العاصمة الإدارية الجديدة في مساحات تتراوح بين 20 و50 دور قريبة من النهر الأخضر، هيتم طرحها في فترة قادمة، ودي رؤية حضارية جديدة لشكل العمارة والمنشآت في مصرنا الحبيبة. النهاردة هيكون لنا لقاءين كمان معاكم ومع ضيوفنا، هنشوف حاجتين مهمين جدا للاقتصاد المصري، في رؤية جديدة وهي تخفيض سعر الفايدة في مصر، هيتكلم معنا فيه أحد الخبراء الكبار جدا في الاقتصاد دكتور خالد، وهيكون معنا في الفقرة الثانية أحد كبار منتجي الأسمنت في مصر، هيكلمنا عن صناعة الأسمنت رايحة فين ومصر إيه توجهاتها القادمة. هنبتدي مع الدكتور خالد يعرفنا بنفسه بقى بالتفصيل كده على السريع. خالد الشافعي خبير اقتصادي ورئيس مركز العاصمه للدراسات والابحاث الاقتصاديه. اهلا بحضرتك. اهلا بسعادتك واهلا بالساده المشاهدين في كل مكان. بص، في البدايه هو طبعا كان في بعض التكهنات ان ممكن يحصل تخفيض لسعر الفايده او ما يحصلش. بالفعل هو حصل، وحضرتك كنت من الناس اللي كانوا متكهنين من بدري ان هيحصل تخفيض. حضرتك شايف الاتجاه ده يودي السوق فين؟ هو كل قرار بيبقى له ايجابيات وله سلبيات. تمام. مفيش قرار ومفيش قانون الا له اتجاه واحد، له اتجاهين ايجابي وسلبي. فابرز الايجابيات ان هو زياده الرئه الجديده للاستثمار. تمام. اللي كل المصنعين او كل اصحاب الشركات او كل اصحاب الاستثمار في مصر منتظرين هذا القرار، ان الفلوس دي هتتضخ جوه السوق المصري. علشان اقدر ان انا يقترض ويقدر يوسع استثمارات ويزود المساهمات بتاعته من خلال المشروعات، بالإضافة ان احنا عندنا مشروعات جاهزة وعندنا 4000 فرصة استثمارية موجودة على موقع الهيئة العامة للاستثمار، منتظرين برضو مزيد من الاستثمار، بالإضافة ان احنا طبعا السيد الرئيس و 4300 مصنع في 13 منطقة صناعية في 12 محافظة من محافظات مصر منتظرين الاستثمار. طبعا، لان انت كل ما بتغلي فوائد فكل ده الناس بتودي الفلوس في البنك ما بتخش في السوق. فالطبيعي ان انت لما تخفض الفايده السوق هيبتدي يستوعب بقى فرق الاستثمار ده كده. وقطعا العائد الاستثماري اعلى من جوه السوق. طبعا العائد الاستثماري تبقى افضل قبل ما هو اعلى، هو افضل لانه بيشغل قوه عامله، بيزود معايا طاقات انتاجيه، بيزود معايا منتج موجود، بيقلل معايا فاتوره الواردات، بيزود حجم الانتاج اللي قادر ان انا ممكن اوجهه نحو التصدير. طيب، لو احنا حبينا نشرح السوق الاقتصادي المصري ونقول ايه اكتر فئه او اكتر مكان ممكن يستوعب في البدايه من الاستثمارات دي، يعني هل ده هيضخ مثلا في مجال مثلا الناس مثلا هتروح تشتري شقق وشاليهات واراضي مثلا في الاستثمار العقاري، ولا هتدخل شركاء في شركات، ولا هتستثمر في مصانع او في اسهم في البورصه؟ حضرتك شايف اكتر حاجه لفتة الانتباه لجذب الاستثمار في الاول؟ لو احنا جينا شرحنا من معهم الاموال، يعني في فئه كبيره، الفئه اللي هي عندها الفلوس جوه البنوك، اللي عندها الفلوس جوه البنوك وهي لن تستطيع ان تخرج هذه الفلوس من جوه البنوك. ليه؟ لان هي ما عندهاش روح المغامره، وما عندهاش روح ان هي تقدر
تستثمر وتنشئ شركات ومصانع وما عندهاش الرؤيه الكامله للاستثمار داخل مصر. تمام، يبقى هو مش هيستثمر بنفسه. ده جزء من المواطنين. تمام. انما يستثمر عن طريق ان الفايده بتقل، وبالتالي البنوك بتقوم بالنيابه عنه باقراض المستثمرين والصناع، وتدي له هو فايده، وتدي له هو الفايده على الاموال المستثمره. كويس. داخل الودائع الموجوده لدى ماشي البنوك. بس هي في الاخر ليها ريتد، يعني النهارده حضرتك هو لو بياخد في البنك فايده، وهو لقى ان هو لو النهارده اشترى واحده سكنيه ووضبها وباعها او اجرها او ايا كان العائد بتاعها، يبقى اعلى، هيلاقي ان ده استثمار افضل. لو احنا شفنا حجم الفائض في الوحدات العقاريه هنلاقي اكتر من 10% فائض سنوي في الوحدات العقاريه في السوق العقاري. لا بس هو بالفعل، بص هو احنا يعني لو رحت ناحيه السوق العقاري، هو السوق العقاري بس التناغم فيه مختلف، لان الاحتياجات او الليد اللي عليه للمستوى المتوسط والاجتماعي. الفاخر هو اللي فيه بعض التشبع او بعض الاختيارات، يعني الاوبشن فيه مفتوح شويه، لان في كتير من المستثمرين اتجهوا للاتجاه ده، فبقى العرض كبير متوفر، وبالتالي لكن انت حجم استيعابك، انت بتحتاج من 2.5 من 2 مليون ونص ل 3 مليون وحده سكنيه في السنه، محدش يقدر يوفرهم، ما بيتوفروش، بس في مستويات معينه تبقاش موجوده اصلا بقى، يعني في جاب في النص مش موجوده، في مستوى معين ما بينتجش، ما فيش منه انتاجيه. لكن الريت بتاع العقار هو موجود، بس زي ما بقول لك الفاخر فيه قدامه اختيار، عنده فرص ان هو ينقي، عنده خيارات كثيره. بالظبط، يتنوع تنوعيا. بالظبط. انما نقدر نقول ان ده عمل ايه؟ عمل رئه جديده للاقتصاد المصري. عمل ايه؟ عمل ابتدى ان انا الفايده تنزل من معايا من 18 ل 19، تنزل الى 15. وبعدين ما هو برضه ده هيعمل ميزه ثانيه لو حضرتك شفته بالوجهه الاخرى، ما هو المستثمر اللي بيقترض من البنك الفايده بتاعته هتقل، لان الفايده لما تنقص هتتناقص عليه، فهو برضو هيقدر انه يقترض بشكل احسن، فحتى الناس اللي عايز تسيب فلوسها في البنك هتفضل الفلوس شغاله، بدل ما تبقى في فلوس مكدسه جوه البنوك. بالاضافه للمصدر العام للدوله، الحجم الفوائد على الديون اللي بتقترضها الدوله بتقل، بتصغر. طب بالظبط بتصغر ليه؟ بالزبط. لان انا الدوله بتقترض اكتر من 500 مليار سنويا علشان تسد العجز المزمن الموجود في المصدر العام للدوله. وبعدين اصل يعني برضو يعني ممكن حضرتك تكون معايا في الراي اللي انا هقوله ده، وده راي كتير من الخبراء، انت كنت في مرحله معينه الاقتصاد المصري والوضع السياسي ما كانش يسمح انك تسيب السوق مفتوح كده، يعني وقت الدولار لما كان في مضاربه عليه واللي كان حاصل جوه البلد، كنت لازم تعمل شكل معانا اشتغل تمسك الجنيه عشان الجنيه يمسك نفسه، والا كان الموضوع هيبقى هباء، كنت هتلاقي الدولار ب 25 جنيه. هو الحقيقه البرنامج الاصلاح الاقتصادي اللي انتهجته الحكومه المصريه منتصف 2016 الى الان كان لزاما على الحكومه المصريه ان تمشي بهذا الطريق وهذا السيناريو في الاصلاح الاقتصادي. بالظبط. وليه؟ علشان تقدر تعبر بمصر. لانه خد قرارات حازمه، هو لازم يامن لأن كان الناس. كان عندي سوقين، سعرين للدولار. بيعمل ايه السعرين للدولار؟ بيعمل على تطفيش المستثمر داخل السوق المصري. طبعا. بيعمل على تذبذب، هستثمر ولا ما استثمرش؟ ولا خليهم دولارات؟ السعر موجود يعني ولا اللي جاي اللي جاي من بره يستثمر ومعاه دولار. يقول لك لا خليه دولار واضرب عليه افضل ابيع واشتري. ان انت تقضي تماما على السوق السوداء في الدولار في مصر، اعتقد اولى خطوات النجاح لاصلاح الاقتصاد اللي تم. ومؤشراته طلعت، لان احنا بقالنا النهارده داخلين في 3 4 اشهر الدولار بينزل ما بيطلعش. الدولار بينخفض علشان ان اصل الدولار عباره عن سلعه، عرض وطلب. بالظبط. بس هو كان بيتم المضاربه عليه داخليا. ده قبل عمليه وقبل تحرير سعر الصرف. كانوا بيضربوا عليه، بيشتروه ويخبوه. اللي عايزه بقى ما يلاقيهوش. هو كان كتير قوة خارجة وقوة بالاستعانة بقوة من الداخل عاوزة تهيمن على الاقتصاد المصري، وعايزة تحدث محاربة من جهات خارجية، يعني كانت معروفة يعني تحدث بلبلة لدى الشارع المصري وعدم إفاقة الاقتصاد المصري من الإصلاح الاقتصادي اللي موجود. بالزبط. أعتقد الدولة نجحت والحكومة المصرية تغلبت على كل هذه العقبات، وقدرت عندها محددات أساسية، قدرت تمشي في طريق الإصلاح الاقتصادي إلى أبعد، اللي خلى البنك الدولي وصندوق النادي الدولي أشادوا بالخطوات الإصلاحية اللي انتهجتها الحكومة المصرية، وقال البرنامج الإصلاح اللي انتهجته الحكومة المصرية برنامج يجب أن يحتذى به في كل دولة تريد أن تحدث إصلاحا. ما لسه طالعين تقرير بيقولوا إن إحنا ثالث بلد في العالم، يعني واخدين المستوى الثالث في النمو. معدل النمو ده احنا وصلنا المعدلات، وكان مؤسسه هارفارد للتنميه الدوليه تقرير بتقول ان مصر 6.7 من 10، 6.8 من 10، الى 2027 معدلات نمو. فده كله بناء على ايه؟
بناء على ان التصنيف للاقتصاد المصري تم تركته اكثر من درجتين، جعل الاقتصاد المصري يرى يصل الى هذه المرتبه في معدلات النمو، لانه الاقتصاد المصري عنده قطاعات كثيره متنوعه ما عندوش، وبالتالي معدل النمو ينمو في كل القطاعات مش قطاع دون على حساب قطاع اخر. بالزبط. وبالتالي هو ده اللي خلى مؤسسه تعرف التنميه الدوليه بتقول ان مصر من اكبر دول معدلات النمو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وثالث دوله على مستوى العالم في معدلات النمو مع الصين وفيتنام ومصر وتنزانيا. اعتقد ان ده يحسب للاصلاح الاقتصادي، يحسب للخطوات الاصلاحيه اللي انتهجتها الحكومه المصريه خلال الفترات الماضيه. خطوه قويه من القياده السياسيه ان هم ياخدوا القرارات دي اللي احنا وصلنا له من خلال الاصلاح الاقتصادي، ان احنا قضينا تماما على السوق الموازي للدولار، عملنا الاصلاح الاقتصادي وتحديد سعر الصرف، اللي لما تم تحديد سعر الصرف حصل في تضخم في الاسعار بعد رفع الدعم جزئيا وكليا عن المحروقات والطاقه، وصل التضخم الى 33% نسب غير مسبوقه، جعل من البنك المركزي لابد من اتخاذ سياسه نقديه ملائمه مختلف. حتى يتم القضاء تماما على نسب التضخم. واعتقد ان هي وصلت ل 8.7 و5.6 العام والاساس، قدرنا نصل بالبطاله ل 7.5%. دي كلها مؤشرات تهم المستثمرين اللي بيجوا يبصوا على الاستثمار، على الوضع الاقتصادي في مصر. ما هي مدى المؤشرات الكليه للاقتصاد الكلي في مصر؟ وصلنا لفين؟ الخطوات المؤشرات بتقول ايه؟ معدل التضخم بيقول ايه؟ نسب البطاله بتقول ايه؟ هل ماشيه في الطريق السليم؟ اعتقد ان دي خطوه يعني تحسب للحكومه المصريه وتحسب للاصلاح الاقتصادي المصري، اللي خلى صندوق النقد الدولي بيقول اللي عاوز يعمل برنامج يشوف اصلاح مصر اقتصادي بتعمل ايه؟ يشوف مصر عملت ايه. طبعا، لان انت بتصلح وده وبتنمي، اللي ادى جرعه تفاؤليه لعموم الشعب المصري. طبعا. ده اللي خلى الناس كلها، الدوله لما تبقى عازمه ان تبسط وتعمل على توفير ما يتطلبه المواطن العادي من اساسيات، خلى فريق الشباب لليد ياخد طول كاس العالم. طيب عايز اسالك على حاجه، زاد سقف الطموح، خلى فريق الطايره في الدور 16 يوصل الى دور الثمانيه. معنويات مرتفعه ليه؟ اغلب المواطنين النهارده ليه؟ احنا شفنا رئيس دوله الهدف الاسمى بتاعه هو صالح الوطن وصالح المواطن. طب فاذا كان ده، فده بيدي حافز لكل العاملين في كل القطاعات في كل الانشطه ان يعمل لاحداث الفارق لصالح من؟ صالح الوطن وصالح المواطن. طيب. فاعتقد الطموح ده ما كانش موجود. لا طبعا، ما كانش فيه الروح دي. ما كانتش الروح دي موجوده. الروح ده بتدي، الروح دي ممكن تعمل المستحيل. طبعا. فتحيه للشعب المصري، وهو السيد الرئيس قالها مرارا وتكرارا ان المواطن المصري هو من تحمل عيب الاصلاح الاقتصادي. طبعا طبعا. فأنا الاوان للمواطن المصري يجني بقى الثمار اللي هو زرعه، مزيد من الثمار اللي كانت مرتبطه بالاصلاح الاقتصادي. طيب عايز اسالك سؤال. اتفضل. حضرتك تخيلاتك دلوقتي، القرار ده طلع متزامن مع تقريبا انتهاء شهادات قناة السويس. هو القرار ده طلع عشان اجتماع في كل شهر، في اجتماع دوري لمجلس إدارة البنك المركزي. تمام. اجتماع بشهادات قناة السويس ده لسه في سبتمبر. ما اقول لك قربت تخلص يعني. لو هو علشان اقدر امتص هذه السيوله اللي ممكن اسيبها، كان ابقى البنك المركزي على سعر الفايده، وكان راعى ده في الاجتماع القادم في سبتمبر. انما الهدف من هذا القطاع ان هو التيسير على الشركات والتيسير على التوسعات الاستثماريه وزياده التدفقات الاستثماريه، لان انا برضو عشان يجي لي استثمار من الخارج ويجي لي استثمار من الداخل بيبص على سعر الفايده كام بالنسبه لي. عشان لو هل سعر الفايدة من المرتفع في جزء كبير من الاستثمار بيتم إهجامه وعدم دخوله السوق المصري. لو السعر منخفض أعتقد إن بيشجع. طبعا. وده هو اللي قالته وكالة بلومبرج بتقول إن دي خطوة تحصل البنك المركزي إنه قام بتخفيض سعر الفايدة. خلي بالك إحنا دوليا يعني حضرتك إحصائيا دوليا إحنا من أعلى البلاد اللي بتدي فوائد. إحنا ما فيش دول في العالم بتدي الفايدة دي. وما زالت من ضمن أعلى. يعني إحنا رغم إنها اتخفضت
انما لكن احنا عاليين جدا، ما زلت من ضمن فده برضو عبء. ما هو ده عبء طبعا، عبء عليك وعبء على المستثمر اللي بيجي يقترض من بنوكك. اعتقد ان هو بيدفع الفوائد دي برضو لقبل الربع الاول من عام 2020 نعتقد ان في تخفيض للفائده ما لا يقل عن 400 نقطه اساس خلال الفتره القادمه، في الفتره اللي جايه، في الفتره اللي جايه. بس انا يعني سعر الفائده تراوح بين 10-12% كما كان قبل تحريز سعر الصرف، قبل سعر الصرف. لازم كل الامور ترجع لنصابها تاني، وكل عشان يبقى ايه عندي النشاط التشغيل لازم يتم. ما هي عملت زي ما تبقى حاجه يعني فقاعه بالظبط، انما كان مطلوبه علشان تقدر تمتص التضخم اللي موجود، تمتص الاشكاليه اللي كانت موجوده، وقد كانت وقدرت تلمها بالظبط. لازم كنت كل هذه الأموال رغم انها كانت عبء على البنوك، يعني عبء على البنوك يعني، وعبء على المستثمر، وعبء على المواطن، عبء على يعني على الجميع. يعني انت كمان شوف، كان في نقطه ملحوظه جدا، انت يعني فوائد البنوك كانت وصلت في وقت 20% بالظبط كويس. فانت لو كنت بتقترض على الريت ده بتقترض ب 22% بالظبط. دي نقطه القرض والاقتراض. النقطه بقى الجزئيه الاخطر، ان انت كنت بتدي دعم للصناعات الصغيره والمتوسطه قروض ب 5%، وراحت لمين؟ وراحت لشباب مصر اللي بيعملوا مشاريع. جزء راح لشباب مصر وجزء راح للشركات الكبرى. الشركات الكبرى دخلوا تحت المطار. احنا لو النهارده لو بصينا على كل من هو استفادوا من واستفاد من القروض ال 5%، لو شفناهم وعدناهم حصرا من خلال البنوك اللي هي قامت بتمويل مثل هذه المشروعات، هنلاقي جزء منه خاص مشروعات صغيره ومتوسطه لا يتناسب لا يزيد عن 10% من هذه القروض، وباقي القروض تم صرفها لكبار المستثمرين. ماشي، ما هو برضه ده يعني حتى ده برضه شكل من اشكال الدعم للصناعه، لان الصناعه بتستوعب عماله. ما هو الناس في جزء كبير جدا برضه خد هذه القروض وتم ايداعها بفائده 20%. فين الاستثمار النهارده وفين الصناعه النهارده؟ ما هو بص فضل. ما هو انت يعني انت قلت حاجه جميله جدا في اول لقاءنا، قلت كل حاجه ليها وش ايجابي ووش سلبي. مظبوط. فاكيد انت هتلاقي واحد هيلاقي حاجه كويسه هيستعملها وحش، واحد هيلاقي حاجه كويسه هيستعملها كويس سيئة. يعني هيستفيد بيها. بس خلينا ان احنا نقول ان المشروعات الصغيره المتوسطه ما زالت محتاجه مزيد من الرعايه ومزيد من الحضانه. يعني مثلا من دعم الدوله مثلا للصناعه، مثلا انت لما بتيجي تعمل مصنع بتاخد اعفاء لمده عدد سنين معينه، وبعد كده بيتشال عنك الاعفاء الضريبي والاعباء يعني بتختلف. هما كانوا عملوا قرار ان انت لما تيجي تعمل خط انتاج جديد، يعني انت عندك مصنع بتفتح خط انتاج جديد تاني، تاخد نفس الاعفاء تاني من اول وجديد، مع ان هو خط جديد. فاهم قصدي؟ فاهم. جوه نفس مصنعك. كل قانون الاستثمار تم تغييره وتم تغيير عشان كل هذه المفاهيم. يعني هو برضو عايز ايه؟ فاهم قصدي؟ يعني عايز ازود الانشطه الاستثماريه، عايز يشغلها الصناعه وازود حجم الانتاج. اما يجي بقى واحد يستغل ده في حاجه مش تمام بقى، ده موضوع تاني. يعني 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 انا قصدي ايه؟ ما انت في اي حاجه في الدنيا مش هتلاقي كمال، هتلاقي في اخطاء. إيه بس لازم هتلاقي واحد بقى بيستغل ايه الثغره، يروح يستفيد بيها في حاجه ما تفتش إيه الهدف الاصلي اللي معمول عشان الموضوع. بس يبقى مطلوب محددات لمن يتم صرف مثل هذه القروض، وتبقى اليه موجوده ووضع رؤيه ووضع توصيف. اكيد. اصل خلي بالك برضو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني هي القروض في مصر والجهاز المصرفي مش سهل، يعني مش سهل اختراقه، وما بيعديش يعني برضو بيراجع الورق كويس وبيستعلم وبيشوف يعني. أي هو بيستعلم على عينه وراسه، بس هو كان بيدي الورق ده او هذه القروض لمن هو عنده لديه ثلاث ميزانيات ماضيه. ماضيه عشان نعمل له ريتد. انا عشان اعمل ريت انا عندي مشروع جديد بنزها اخد ازاي وانا ما عنديش ميزانيات؟ يديك بقى على قد حجمك بدراسات جدوى وبجدوى. هو كان بيدي للمشروعات القائمه وليس المشروعات الجديده، فعلشان كده بنقول يعني ده خطوه ايجابيه، وتحسب ان احنا عندنا مشروعات صغيره متوسطه بتمثل 50% 60% من اكبر اقتصادات العالم على راسها الصين وفيتنام، 50% مشروعات صغيره متوسطه، فرنسا وانجلترا 50% مشروعات صغيره متوسطه. ان الاوان ان تتبوأ المشروعات الصغيره المتوسطه في مصر هذه المكانه، وهو الاهتمام بيها وهذا واعتقد الاهتمام بيها هيعمل تنميه للصناعه. ليه؟ لان انا اقدر استفيد من قوه الشباب اللي موجود وخريج المعاهد الفنيه. خلي بالك ما هو ده يعني دليلا على كلام حضرتك ان هم مهتمين بالتعليم الفني والصناعات المتوسطه عشان يطلع بقى اللي يشتغل في الشغل ده على طول. بالظبط، يبقى له مكان كمان يشتغلوا.
فرص عمل متاحه، فرص استثماريه متاحه. من عاوز فرص عمل يبقى هو مؤهل، نفس مؤهل طبقا للتعليم اللي هو مراحل التعليم المرض بيها، مؤهل يلتحق بالوظائف الموجوده من خلال الشركات المتعاقده مع المدارس الفنيه اللي موجوده النهارده. واللي عاوز يعمل مشروع صغير متوسطه، اعتقد المدرسه تستطيع ان تؤهله انها تؤهله ان هو يطلع يبقى قادر على اداره مشروع يقدر صغير يدير منظومه متوسط. صغيره كده. وانا عندنا النهارده في جهاز للمشروعات الصغيره المتوسطه، بناشد من خلال منبر حضرتك الكريم ان لابد من احتضان مثل هذه المشروعات الصغيره المتوسطه والعمل على تذليل كافه العقبات، لان المشروعات الصغيره المتوسطه اذا تم الاهتمام اهتمام بيها بيها الصناعه تطلع فوق، اعتقد لان انها خلي تستطيع بالك ان تحدث الفارق في الاقتصاد المصري جدا، لان الصناعات الصغيره والمتوسطه ما عندوش التيرن اوفر والنفقات الاداريه الاعباء اللي على مصانع اللي موجود الضخمه. بالظبط. يعني وبعدين دي منتشره في كل ربوع ومحافظات مصر، في كل في القرى، في النجوع، في المحافظات، في المراكز. احدثت التنميه الشامله المرجوه، عملت احداث الفارق في كل محافظات مصر، عملت تنميه حقيقيه، ايوه حضرتك عملت دلوقتي البنوك صناعات. بتقرض سيدات اعمال، سيدات منازل، بيجيبوا لهم مكان خياطه ومكان تريكو وبيعلموهم اشغال، يعني ما بقاش بقى بيقرض ناس عملاقه زي الاول، لا بيقرض ناس فعلا زي ما حضرتك بتقول بتعمل منتج وتبيعه للناس اللي جنبها وما عندهاش تكلفه عاليه. يجب التوسع في ده، ويجب على البنوك الاهتمام بالجانب الاجتماعي في هذه الجزئيه، علشان نقدر يعني ننتشل اسر كثيره من تحت خط الفقر، يعني نسبه الفقر الموجوده 32.5%، وهي نسب عاليه جدا. اعتقد لو تم مشاركه المراه والمجتمع المعيل اللي ما عندوش مصادر دخل جديد، ما عندوش مصادر دخل، تستطيع البنوك ان تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لاحداث الفارق من خلال هذه المؤسسات ومن وهو خلال هذه بالظبط من خلال الجمعيات. مجتمعات الجمعيات المجتمع المدني ممكن تعلمهم وتديهم برامج تأهيلية وتخليهم يبقوا مؤهلين احسن كمان، حتى لو هم بيشتغلوا يبقى طاقتهم الانتاجية افضل. اعتقد ان الجميع قادر على المشاركه، والجميع سوف يجني ثمار ذلك. اه طبعا، لان هي المجتمع هتعود نفسه على يجني المجتمع، ثمار ذلك، هتعود على المجتمع المجتمع. نفسه. انت في الاخر هتلاقي منتج جيد وسعره قليل لانه ما عليهوش تكلفه عاليه في انتاجيته، ما عندوش عماله كتير وما عندوش كهرباء وما عندوش ضرايب، يعني اموره كلها صغيره، فيطلع لك منتج كويس وسعره كويس. ده بيساهم، لو عملنا ده وقدرنا ندخل هذا المجتمع معانا، قدرنا ناخد جزء كبير من الاقتصاد الموازي دخلناه في المنظومه الرسميه للاقتصاد. طب ليه؟ بيعد الاقتصاد الغير رسمي بما يقرب من 3 ل 4 تريليون حجم الناتج القومي فيه. طب هم عشان كده هم الدولة كانوا بيخططوا المصرية للشمول المالي عشان بالظبط يخلي كده. الناس دي تفهم يعني ايه بنوك فاحنا ويعني لو ايه تعامل. قدرنا نحصر المجتمع حصرا دقيقا، وقدرنا نعمل حصر لكل الأنشطة المتاحة، وشفنا طلبات الأنشطة دي ايه وما تحتاجه مثل هذه الأنشطة ورعايتها، الرعاية الكاملة اللي أنا أقدر من خلالها إحداث الفارق هتفرز منتج جديد، أفرز هتفرز منتج شخصيات جديدة كمان، هتعمل شخصية مصرية جديدة. بالظبط. يعني هتطلع شباب صغيرين عندهم قادرين على العمل وعلى عنده الإنتاج رؤية وعنده رؤية وعنده فكر وعنده أمل، وعنده بقى طموح عنده كمان انتماء ليك، وعنده يعني طموح. هو حاسس إن أنت ساعدته إن هو يتعمل. اللي خلى الشباب اليد ياخد كأس العالم، قادر إن شباب المشروعات الصغيرة المتوسطة أن يقود الصناعة المصرية ويصل بها إلى مصاف العالمية، ويجعل من الاقتصاد المصري من أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم طبقا لأحدث التقارير في هذا الشأن. وفي كثير من الدول كمان اقتضت يعني في كثير من الدول طلعت بالتعليم الفني والصناعات ألمانيا الصغيرة، اتعملت من ده. ألمانيا اتعملت كلها من بالظبط ده، من التعليم الفني مش من الجامعات مش من الجامعات، هو والمؤهلات التعليم العليا. الفني ده، الناس ما التعليم هو ده الفني ده، الشغل، هو ده الشغل اللي ما بجد لازم المفهوم الثقافي ده يختلف يختلف عند المواطنين. يعني يختلف. الموروث الثقافي ده لازم لابد ان يتغير. التعليم الفني لا، ده تعليم ايجابي قادر على ان هو يخترق سوق العمل مباشره. بالظبط. مش معناه ان انا مع الدكتور ولا مهندس ولا ولا لا، المهم ان ولا انا ادي في المجتمع المهم ان انا واستفيد وانا في اقدر الاخر احقق. اضيف ايه، اقدر احقق نزاتي من خلال ايه. بالظبط، هقدر انجح فين. ده لازم الاعلام على دور ابراز ده، اه طبعا، وابراز وعدم وتغيير هذه المفاهيم لدى المواطن المصري. وفي كثير نجحوا في مجالات كتير جدا وهم لا دكاتره ولا مهندسين ولا صيادله ولا يعني، ونجحوا في مجالاتهم كتير من الشباب واخترقوا. المخترعين موجودين يعني وما مش عندهمش ادنى يعني مراحل التعليم الاولى، وقدروا في ان هم البداية. يحدثوا اه الفارق. بالظبط، وفي الاخر عدوا عملوا فارق في المكان اللي هم فيه طبعا يعني.
طبعا مصر مستنيه ده، الشعب الاقتصاد المصري مستني ده، مستني كل هذه الاشراكات وكل هذه الطاقات اللي موجوده دي. بتتكلم في بلد 60% منها شباب، فيعني ما تستغلش دول بقى، تستغل مين؟ ليه؟ يعني ما هو انا ببني منين؟ ببني بهؤلاء بالظبط، هم دول النواه بقى اللي طالعه، المبنى الجديد اللي طالع. يفترض ان انا استطيع من خلال هؤلاء واوفر لهم البيئه الحاضنه والبيئه اللي تحقق معاهم، تعمل معاهم دورات تدريبيه مكثفه تقدر تؤهلهم، ترفع من كفاءتهم، تستفيد منهم في المجتمع، من الاداء بتاعهم وترفع من الانتاجيه بتاعتهم. اقدر احد، يبقى عندي منتج اقدر احد بيه من واردات، اقدر اقلل العجز المزمن في الميزان التجاري، اقدر ازود قيمه الصادرات بدل ما 25.5 اوصلها ل 50 و60 تقللها، انت قدك قد كده مش محتاج. اقدر بالزبط. ان انا اعمل منتج جديد يوفر معايا كل الواردات اللي موجود ان شاء الله، ده يقدر يخلي مصر تسير بامل جديد وبإشراقة جديده نحو الافضل ان شاء الله. احنا طبعا سعداء جدا احنا والساده المشاهدين بلقاء حضرتك العظيم ده، سعدت بحضرتك وسعدت بالساده المشاهدين، وطبعا بنتقدم لك بخالص الشكر والتقدير. شكرا لحضرتك، ونشوف معاك دايما ان شاء الله لقاءات كده في رؤى اقتصاديه جديده للمصريه الحبيبه على طريق الخير، ومصر الجديده تكون احسن بكتير ان شاء الله. ان شاء الله.